الو، ايوه يا مهره. كلمتني مرتين يا زيدان، في حاجه؟ لا انا تمام، مفيش اي حاجه. كنت عايز اقول لك بس ان انا رايح كفر الزيات وراجع على طول. اشمعنى فجاه كده؟ يعني في شويه حاجات مش مظبوطه في الشغل وكنت عايز اعرف ايه سببها. انت كويس؟ انا الحمد لله، ما تقلقيش. طمنيني، لولي اخبارها ايه؟ كويس، ما تقلقش عليها، لما توصل بس طمني عليها. حاضر. توحشتك جو يا جابر، توحشتك يا اخوي. جيت يا جابر وجبرت بخاطر اختك. كيفك يا بنت ابوي؟ عامله ايه؟ دار من غيرك انت وامك ساكته كيف الجبر؟ اديني جيت اهو. دار عمران بناسه فتحي. على ما تشرب الشاي اكون عملت لك لقمه تاكلها. احلى اكل من يدك يا فتحي. عناية يا قلب اختك. لساكي بتساوي في الفرن ولا البوتاجاز يا فتحي؟ في الفرن. البوتاجاز جاع بس طعم الوكل في الفرن زين. وعبيد وين؟ راح يجيب سبق. على ما تاكل لك لقمه وتنام لك ساعتين يكون رجع. خلص الوكل عشان كلنا ناكل في الارض. حاضر. محدش دخلها يا جابر. امك كيف نداها فتحي؟ اهلا زيدان بيه، نورتني. اتفضل. لا مفيش وقت للكلام ده، انا بس في حاجه مش فاهمها. كانش ينفع لك في التليفون، قلت اخطف رجليا واجي افهم منها. خير يا زيدان بيه؟ يعني ايه كل شيكات الدولارات تترفض؟ انا مش قايلك تخلي بالك؟ يعني ايه يا زيدان بيه شيكات بمليون دولار تترفض؟ انا مأمن مع كذا واحد هناك. واضح ان في حاجه غلط، بس مش مشكله، كل حاجه هتبان. هشوفك قريب. شرفت يا زيدان بيه. بص يا مهر، لو جاي تشتميني فانا غلطان. انا اتعزمت امبارح على عيد ميلاد واحده صاحبتي في الجامعه. جامعه ايه يا لولي؟ انت بقالك سنتين ما بتروحيش الجامعه. انت كان زمانك دلوقتي متخرجه. ولا انت اتخرجتي ولا اخوك اتخرج. انتوا لو قاصدين توجع قلبي مش هتعملي كده. هو انا يا بنت اتجوزت زيدان ليه؟ وجبتكم هنا ليه؟ مش عشان اريحكم؟ وادخلكم كليات خاصه وفي الاخر ايه؟ ايه المناظر اللي انتوا فيها دي؟ ها؟ انت يا بنت بتتسرسبي زي القطط ليه كده؟ هو انا معاداكي في سجن؟ يا مرة والله ما هخرج من غير اذنك تاني. انا اسفه. خلاص يا مرة. ماشي. مرة انت بتعملي ايه؟ مرة ما بحبش حد يفتش في حاجتي. بس يا بنت. مرة بتعملي ايه يا مرة؟ استني بس. بقول لك ايه؟ ما هو الأدب ما نفعش. نوري بقى الوش التاني. ابعدي. طب هساعدك. طب قولي بتدوري على ايه؟ طيب حاسنيش ان انا مخبية حاجة. بس يا فاشلة فاشلة. خرب بيتك خمرة. والله ما بتاعتي.